اليوم بعون الله انطلقنا في بدأ في الدورة الثالثة لجمبار التوجيه المعنوي داخل مدرسة التوجيه المعنوي وفق تعليمات سيد القائد العام والتوجيهات من الإدارة. بدأنا اليوم بعد اتحاد الجمبار تم تكليف حضور الدورة من وحدات مختلفة داخل هذه المدرسة. طبعا التطبيق لبرنامج الخطه التدريبيه اللي دينا فيها وفي مقرها الجديد الحمد لله حتى اليوم بشرنا العمل. الدوره الثالثه ضربات التوجيه المعنوي تخص وحدات القوات المسلحه بالادارات والهيئات المختلفه داخل وحداتنا العسكريه. طبعا هذه الدوره تاتي ضمن منهاج واطار خطه تدريبيه معتمده من اداره التدريب لتطبيق المنهاج السنوي للدورات التدريبية. الحمد لله وبعون الله تم البدء بحضور السادة الضباط والسيد مدير إدارة التوجيه المعنوي والأخوة من المركز الإعلامي وضابط العلاقات اللي حضروا معنا الافتتاح. كذلك لدينا دورة تسهيل للضباط الملتحقين الجدد بإدارة التوجيه المعنوي لغرض التثقيف والتعريف بدور إدارة التوجيه المعنوي ومهامها داخل قواتنا المسلحة سواء في حالة السلم أو حالة الحرب. والحمد لله ان شاء الله نتمنى التوفيق للجميع وان شاء الله ربي يوفقنا لاستكمال هذه الدوره وهؤلاء الضباط كل لديهم الدرايه والمعلومه الكافيه حتى يصبحوا ضباط قادرين للتوجيه المعنوي داخل وحداتهم بكل كفاءه وبكل نجاح.